تلاقي السلاح عندك المغلق مع غطاء عندك المغلق. القسم الثالث الاخماس مع القبضه المسدسيه واقيمه اليد. والدليل انك لما برمي الهاويه بجيبها ابعد مدى الهدف شو برميها على زاويه 45 علبه المغلق مع غطاء علبه المغلق. الاخماس مع القبضه المسدسيه واقيمه اليد. تقوم الكلية الحربية في الغوطة الشرقية بإجراء دورات للقناصين وأيضا دورات أخرى للتدريب على الدبابات وباقي الأسلحة. طبعا هذه الدورات تكون بالتعاون مع ضباط المجلس العسكري في دمشق وريفها. ما بس نركزوا على السلال والشعلة، هذا اسمه الرمي المجدي. يعني إذا في ناظور مثلا هي مستعدة تتلقى لوحة الرمي والأمان، الزينات، فقط الرمي دراكا، هاي بالتفصيل بشرحك تفصيل إن شاء الله. لوحة الرمي بالأمان، الزينات، فقرة الرمي دراكا، المطرقة مع النابض المشترك، وفقرة الارتعاش. هاي آلية الزينات.